Sapera Plus. Sapera Plus. وكالعادة في ساعتنا الثالثة يكون حاضر بحضنا أستاذنا حامد المغربي في سويعة البوليتيك. اليوم حاضر معانا سي حامد المغربي. مرحبا. مرحبا رحيم، مرحبا جميع المستمعين، مرحبا بضيوفنا الكرام. سويعة بوليتيك مع الأستاذ حامد المغربي. سويعة بوليتيك في سابرا كافيه. سويعة بوليتيك. وكما قلنا لكم منذ ساعات الأولى الصباح اليوم أنه باش يكون حاضر بحضنا ضيفنا في استوديوهاتنا في سابرا فام في ولاية القيروان سيد سليم شيبوب الرئيس الشرفي للترجي الرياضي التونسي وسهر الرئيس السابق. مرحبا بك سي سليم في ولاية القيروان وفي استوديوهاتنا. مرحبا بك سي سليم. صفا ثنية كانت لباس من تونس القروان، ما تبدلتش برشا القروان سي سليم؟ لا جيت قبل بدون شك ثم تغيرات، لكن ديما واحد كيشد ثنية القروان يشدها بلهفة. هاي بيه أستاذ. مرحبا رحيم، مرحبا سي سليم. أكيد أنه سيد سليم شيبوب هو غني عن التعريف، هو رجل رياضة وأعمال وسياسة، يعني تتجمع فيه صفات ممكن ما تتجمعش في برشا من رجال الأعمال أو رجال السياسة أو رجال الرياضة. الكل يعلم أن سيد سليم شيبوب هو سهر الرئيس الأسبق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، غادر إبان الثورة، رجع تم القبض عليه نهار 12 جانفي 2016، خرج من الحبس، تهم كبيرة التصقت به خليني نقول، ما نعرفوش شنو اللي وقع فضها شنو اللي مازال جاري. هي شخصية تثير الجدل أينما حلت. مؤخرا موضوع الخلاف اللي صار ما بين هيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العدل طفى على السطح، وكان موضوع جلب الانتباه ومتابعة السياسيين بصفة عامة، خاصة مع ما يدور من نقاش حول مشروع قانون المصالحة. على كل سيد سليم شيبوب هو شخص مثير للجدل بأتم معنى الكلمة، منذ أن كان في عالم الرياضة إلى أن مر بعالم الأعمال إلى أن مر بعالم السياسة إلى فترة ما بعد الثورة. سي سليم خلنا نبدأ حديثنا بالإشكال اللي كان صار بين القطب المالي القضائي والهيئة الحقيقة والكرامة. كل واحد يقول لك أنا كنت سبب في ترجيع الجزء الفلوس واللي كانت بعثتهم سويسرا دينيرمون، صحيح من الغلط أذين نزمنا وما نجمو نعرفوه من عندك أنت سي سليم؟ بارك الله فيك. بالنسبة للنقطة هذه يعني نعتبرها زوبعة في فنجان. علاش؟ على خاطر احنا بمعناها تضافر جهود عدة أطراف تو نذكرها تمكننا من جلب أموالي، يعني بطلق معناها بطريقة تلقائية أنا طلبت جلب أموالي، لكن السلطات السويسرية رفضت على أساس وضعي، هنالك ضغوطات عليا، ربما أنا ما عنديش رغبة باش نجيب الفلوس هذه. من هنا دخلت عدة أطراف، ذكرنا الأطراف هذه هي معناها هيئة الحقيقة والكرامة اللي ضمنت الإنابة العدلية اللي أرسلها السيد قاضي حقيقة التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي سيد جمال الدين صحابة. الإنابة هذه ضمنت موافقة هيئة الحقيقة والكرامة، يعني هيئة الحقيقة والكرامة ما هيش هي على بينة بما كان يدور ووافقت وباركت، لكن هنالك طرف أجنبي هام جدا يعني ساعدني، طرف ثالث معنا، طرف ثالث اللي احنا ما تحدثناش عليه من قبل اللي هي الأمم المتحدة. الأمم المتحدة في شخص معناها سيد أنطونيو غويتيريز، وكذلك في شخص سيد يوري فيدوتوف اللي هو مساعد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك وبصفة خاصة المحامي الخاص للأمم المتحدة الدكتور علي بن فطيس المري اللي كان له دور كبير كذلك. أول حاجة يعني هو تنقل لتونس ومن تونس جاب تفويض
من الأمم المتحدة من نيويورك، يعني عمل رحلة مكوكية وعاود رجع، وخذا المحامي بتاعي وخذا معناها طرف من الوزارة ومشى معاهم لبيرن، حيث معناها ناقش بحدة وبشدة هذا الموضوع، وخاصة كذلك أن الأمم المتحدة والشخصيات هذوما ساعدونا باش نرسي وندعموا مسار الحقيقة، مسار موضوع المصالحة على ريكونسيلياسيون ناسيونال والعدالة الانتقالية. كي نسمع الأمم المتحدة، سمحني بربي قبل الأمم المتحدة كنت سمعت توا اسم السيد علي بن فتيس المري، هو شخصية قطرية، هذا هو حتى برتبة وزير، أشغل في السابق خطة المدعي العام في بالي ولا زال حاليا هو برتبة وزير في قطر. نعم، هو المحامي. شنو دوره معناها؟ هو محامي الأمم المتحدة مكلف بالأموال هذه بتاع الربيع العربي. هو محامي الأمم المتحدة المكلف بأموال الربيع العربي، هكا اسمه الملف، باستجلاب أموال الربيع العربي. يعني اتصالك به ما كانش بمعرفتك الشخصية به، وإنما عن طريق الأمم المتحدة. لا، لأنه شخصية كي تقول لي برتبة وزير في قطر معناها يثير الموضوع كيفية الاتصال به معنا. لا علاش؟ لا، هل أنه الاتصال يعني كان بساعي من سيادتك ولا عن طريق الأمم المتحدة؟ لا، أنا كنت في السجن. هو تحرك. تكون في السجن ومعارفك. لا 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 لا, لا, لا لا هو تحرك، هو تحرك كما جاء قبل وجاب الصك هذاك من لبنان، وجاء وقابل رئيس الدولة آنذاك السيد المنصف المرزوقي وسلم له. عفوه، هو النائب العام لدولة قطر في السابق وهو برتبة وزير حاليا. هو لازال النائب العام، لكن عنده مهمة مع الأمم المتحدة، مكلف بالربيع العربي. واضح. مع العلم نذكروا أنه كانت عندك، فإنه حسب تصريح قاضي التحقيق نظم لك لقاء بسكايب مع ممثل السلطات السويسرية. نعم. باش يتأكدوا لأنتي وقتها مش تحت الضغط. هي طلبت وقت، لأن قاضي التحقيق لما أنا كنت في الإيقاف يعني وبطريقة جدا ودية اقترحت أن أجيب أموالي، يعني مانيش مخبيها، هي باسمي أنا وتراسابيليتي متاعها معروفة منين متأتية، معناها الكلام اللي الأموال المهربة والمنهوبة وكذا لا علاقة لها بالموضوع هذا. قلت أنا كحركة متاع حسنية أنا أجيب الفلوس هذه حطوها في التريزور تونيزيا وبعد تو نتحاسبوا بعد في نطاق العدالة الانتقالية. وقتها الطلب هذا جو بها بالرفض للأسباب من طرف السلطات السويسرية. قالوا السيد هذا ربما ما يتحكمش في الشيء اللي يقول فيه. وقت اللي خرجت طلبني سيد قاضي التحقيق، دعاني للمكتب نتاعو، قال لي كل الاتفاق اللي عملناه مازال ساري المفعول. الاستعداد نتاعك معناها في السابق. قلت بدون شك انا ما تغيرتش. ما كنتش انا وقت على خاطر خايف ولا خاطر موقوف معناها انا هذاك قناعه مني. ونواصل. لما اتصل بالسلطات السويسريه قالوا له غير كافي، احنا نحبوا نشوفوا السيد هذا. فنظمنا لقاء بسكايب. مشيت انا والمحامي بتاعي باش تكون لا بروسيدور معناها قانونيه، بحضور المحامي بتاعي، بحضور السيد قاضي التحقيق والاول، و شكون مقابلتنا البروكيرور سويس. به هالوضوح في الصوره اللي تحكي به توا حاليا تقريبا غائب تماما عن طرفي التداعي في الموضوع هذا. انا كي نسمع التصريحات نتاع هيئه الحقيقه والكرامه في جهه والتصريحات نتاع السيد سفيان سليتي في جهه، ما نلقاش الوضوح اللي قاعد تحكي به سيادتك. نلقى محاوله لاحتكار العمليه، هيئه الحقيقه والكرامه تحب تحتكر العمليه لنفسها حسب البلاغ اللي اصدرته وتقول فيه اللي هي وتقول فيه اللي هي معناها معناها هذا داخل في اطار المهمه ومعناها وانجازها العظيم. السيد سفيان السليتي يحب يحتكر كذلك العمليه وخرج في بيان هجومي بأتم معنى الكلمة هي تحقق الكلام، ما فهمش الوضوح اللي تحكي به. والله شوف، أنا سمعت السيد سفيان السليتي يقول رانا احنا متكاملين مع بعضنا مع هيئة الحقيقة والكرامة، وهيئة الحقيقة والكرامة لو ناخذوا البيان متاعها في حتى كلمة. سي سليم ياسر تهز في العصام الوسط. كيفاش شوف ما باش نقولك علاش عليني سامح خليك تقول لي العصام مش شيرة أخرى. لا ما وجه نقول لك من ما خاطر احنا علقنا البارح في حصة السياسة لهنا، علقنا حسينا كأنه سيادتك قاعد تهز في العصا، لا تحب تغضب هيئة الحقيقة والكرامة اللي مازال عندك معها ارتباط، ولا تحب تغضب وزارة العدل اللي مازالت عندها. كي تقول لي أنت ليه راهو السيد سفيان السليتي قال احنا عملنا متكامل، نقول لك مش صحيح. السيد سفيان السليتي خرج قال
هيئة الحقيقة والكرامة تغالط الرأي العام والأموال استرجعت بأمر قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي. بعيد على بعض هذا الواقع، لأن هذا الواقع، لأن الدول قضائيا ما تنجمش تتعامل مع بعضها مع منظمة ولا مع كذا، ثم وزارة العدل وثم الإنابة العدلية. شكون ساهم فيها؟ هاو ما قالش هو فلان الفلاني ساهم فيها، هاو ما قالش سليم شيبوب من تلقى نفسه، وأن الإنابة هذيك ضمنت فيها الطلب متاعي أنا. ما هوش الإنابة ضمنت حكم ضدي باسترجاع الأموال، أنا أثبت أن الأموال هذه المصدر متاعها إجرامي. قال لا، راهو بطلب من سليم شيبوب، لكن أنا سمعته وتدخلت أنا مع سيد سفيان السليتي، تدخلت وقلت أن هيئة الحقيقة والكرامة جابت الفلوس هذا غير صحيح، أنها ساهمت وعلى علم وعلى بينة وأعطت المباركة متاعها والموافقة متاعها. كيف ساهمت؟ وضح لنا النقطة دي. أي سيدي، بس ما خليكش تقعد هز العصام الوسط هذا الرضي وهذا والرضي. كيف ساهمت هيئة الحقيقة والكرامة؟ سيدي الكريم، أنا راني مانيش موجود باش ردي حتى حد. لا لا، مسالش معناها كيف ساهمت هيئة الحقيقة والكرامة؟ طيب، أنا مش السيد قاضي التحقيق علمني بالموضوع هذا أني باش عندي موعد مع كذا ويزمني نشوفه أنا وقتها وين كنت؟ أنا ما عادش عندي علاقة بالقضاء التونسي. أنا ملفاتي ولات فين؟ في هيئة الحقيقة والكرامة. هذا موضوع آخر. هو تفصلت جميع القضايا اللي مرفوعة ضدك؟ موجود في الحقيقة والكرامة ما زلنا. لا يعني ما عندكش، ماكش محل تتبع جزائي في أي قضية. لا 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 لا، ما عندي. واضح. فالملفات متاعي كي مشيت لهيئة الحقيقة والكرامة قلنا يعني الموضوع موضوع متاع ذوق. مش ما يمكنش احنا نواصلوا في المهمة هذه لاستجلاب الأموال بدون أن تكون هيئة الحقيقة والكرامة على بينة بالموضوع. فأنا عملت خطاب. رسلت أنت رسلت هيئة الحقيقة والكرامة. رسلت هيئة الحقيقة والكرامة وقلت لها في نطاق الصلح اللي باش نبرموه مع بعضنا. راني باش نقوم باستجلاب الأموال متاعي اللي موجودة في سويسرا. راو عن طريق سيد قاضي التحقيق في كذا كذا كذا، فأمضات معانا وباركت. هاو والورقة هذيك مرفقة للإنابة العدلية. إيه، لكن سيادتك ما زلت ما عملتش اتفاقية صلح مع المكلف العام نزاع الدولة. ما زلنا ما كملناش الصلح. احنا عنا كل نجتمعوا من أدرانا أنك مش تتصالح أنت والدولة، ولا الدولة مش تقبل التصالح معاك؟ من أدراكم أني أنا باش نتصالح؟ لا، من أدرى حتى المكلف العام نزاع الدولة بالك لا يرضى بالصلح لاحقا. قد لا يرضى، كما أنا نجم أن نرضاش، لكن هذا علش. اللي يعرف قانون العدالة الانتقالية من بعد يصدر حكم من طرف هيئة الحقيقة والكرامة نقبله أنا وتقبله الدولة. هي عملية صلحية وهم محكمين. أنا وياك ما نتفقوش، يدخل دور المحكم. باه، وسامحني، شكون يقول اللي هذه هي معناها مش نعملوا صلح في جزء من اموالك، في تسبقة على اموالك، في كل ما ناش نعملوا في صلح على الاموال، رانا احنا نعملوا في صلح على القضايا المنشوره. ما انا نحكي مبسط للمواطن، معناها يدخل كل فلوس مش ترجع. لا لا ابدا. لا لا، الفلوس ما عندهاش علاقه بالصلح. انا دخلتها في الصلح. انا اللي في الصلح هما القضايا المنشوره امام القضاء. هذيك هزيناهم العدالة الانتقالية. يعني الدولة تجي تقول لك أنت عندك شبهة فساد في كذا، احنا نقيموه مثلا ب 500 ألف دينار، قيموه ب 5 مليون دينار. عندك شبهة فساد في كذا، عندك كذا، ثم مبلغ في نهاية الأمر باش ندفعه مهما كانت التكاليف. أنا جبت الفلوس هذية عبارة كيني تسبق على المبلغ اللي يمكن يقع اتفاق عليه. ما هيش تسبق، هي موجودة غدوا وقت لنا نمضيه الصلح بمبلغ معين باش ندخلوك المبلغ هذاك يدخل يغطي نسبة ولا يغطي نسبة. مثلا تقول المبلغ اللي وقع استرجاعه هو 3.5 مليون أورو. أي نعم. ينجم يكون بعد اتفاقية الصلح فيها 10 مليون أورو، فيها أقل، ينجم يكون فيها 1 مليون أورو فقط، يعني ينجموا يرجعوا لك غدوة كما ينجم تزيدهم. هذا نجموا في الأخر نعتبرها كأني تسبق على اتفاق صلح ولا هي موجودة في التريزور بعد نلتجي ولا واضح به. مازلنا مواصلين حول شبهات الفساد اللي الحقيقة كانت الناس كل حكيت عليها، ومن المنظمات اللي أعطت بعض الأرقام منظمة أنا يقظ، وين قالت فما شركة كانت تحت تصرف سيد سليم شيبوب، وكانت عندها شبهة الفساد حسب تصريحها هي وصلت حتى للنفط مقابل الغذاء.
وقتها انا يقض عطات رابور كامل وعطات حتى بعض الارقام كيفاش كنت كونت الشركه هذيا وقداش القيمه نتاعها وكيفاش صارت عمليه الفلوس والقا وصلت حتى تعطي في بعض المبالغ للسلطات العراقيه باش ياخذوا الكونترات هذوك تقرير هذي الكل مغالطه من اوله لاخره لان موضوع البترول الغذاء ضد البترول ما تعاملش مع العراق تعاملش مع الامم المتحده سي جيري هو بطبيعه هو اتفاقيه نفط مقابل الغذاء تديرها الامم المتحده برافو عليك اي لكن نعرف كلنا انه في العراق فما فساد مالي كبير جدا ومالي ومال الفساد المالي حتى تحت الطاوله ومالي ومال الفساد في العراق يعني ما كانش فما ديبو دفا وفلوس تحت الطاوله خلينا نقراك جزء من التقرير سي سليم شوف ما تقرا ليش جزء من التقرير خاطر انا نعرفه بعد ما طاح النظام جابوا الناس اللي خدموا كل في العراق بما فيهم وزراء حضروا اسامي مدينين عامين نتاع فرنسيين عامه واحد باسكوا مذكور واعطاه فلوس للعراق وخذا عقود وكله معناها كلام فاضي لما تقول لك سليم شيبوب اعطاه 250 دولار 250 الف دولار مش عارف عمري ما خدمت مع شركه اردنيه اول حاجه ثاني حاجه حتى حد ما طلب مني مليم حتى حد وكان عندهم اثبات يعني حولت فلوس عن طريق البنك ولا اعطيتهم انا تحت الطاوله كان تحت الطاوله حد ما يفطم به وكان عن طريق البنك عمري ما حولت فلوس للعراق يبقى ان القضاء هذايا اللي اعدم صدام حسين الناس اللي تعاطفت مع النظام هذاك الكل لفوا عليهم فيما بعد وعملوا قائمه سوداء وهذوما ما يدخلوش للعراق وما يجيوش للعراق وهذوما قاموا بالفساد عمري ما على كل انا نتمنى لو هذا يمشي للقضاء باي سامحني انت وقع اتهامك صراحه في ملف انا يقظ وما دام انت بريء سيادتك علاش ما تقدم الشكوى معناها في الثلب في ما عندي ما نعمل انا نتثلب 20 مره في النهار حسب اعتقادك القضاء تجاوز منك معناها ماكش ليه لا لا مش تجاوز مني يعني لما تكون انت انون بيبليك كل انسان باش يقدح فيك تقدم به قضيه معناها عندي ما نعمل محكمه وحدي انا معناها كل ما يذكرني انسان بسوء نمشي نقدم ثلب ولا هذوما معطيات تحصلوا عليها انا يقظ حطوها انا ما تعنينيش السلطات العراقيه تحب تقدم به قضيه انا موجود السلطات التونسيه تحب تحل بحث في الموضوع هذا انا موجود واضح اللي حابين زاد نعرفوه سي سليم اللي حقيقه من التصريحات اللي جلت اثارت الجدل الكبير الحقيقه خاصه بعد حمد لقاء فيه استاذ كان زاد تصريح شفيق جراي وين قال انه حتى التعامل بين هيئه الحقيقه والكرامه وسيد سليم شيبوب كان من اجل البوز الاعلامي هذا في احد المنابر الاعلاميه وكانه فما تهجم كبير وقتها كان في حصه مع سمير الوافي قال من اجل البوز الاعلامي هذا كان وقتها صرح به سي شفيق جراي يفتي معناها هو اللي هذايا بوز على كل انا شفيق جراي ما جاوبتوش وقت اللي هو كان حر طليق وتهجم عليا في انترفيو تعمل وقال انه رئيس الاتحاد التونسي هو معناها الابن الغير شرعي لسليم شيبو سيده على في وقال اللي انا كنت نعين في المسؤولين تاع النادي رادس فاقسي في الجامعه ولا والله اعلمين انا ما جاوبتوش هو كان حر هو اليوم ربي يفرج عليه مانيش باش نجاوبه بدون شك لكن سي سليم معناها الناس اللي يسمعوا فينا قاعدين يستمعوا الشخص وديع ما عنده حتى اشكاليات ابيض ناصع ابيض ناصع وما عنده اشكاليات وما نحبش ان نرد معناها برشا بهاوى اكثر من لازم ما نحبش نرد على شفيق جراي وهو في وضعه لو كان جبته لي سوران بلاتو لا حتى قبل ما رديتش عليه وحتى هو كان كان انا ما رديتش عليه لانه هو لم يكن له الشجاعه الكافيه باش يرد على مكالمتي انا كلمته طلبته 8 مرات في التليفون ما ردش عليه وقتها هذا بعد ما قالوا من غدوه من غدوه بعد ما صرح في الاحد الرياضي تو نحكي وقت التصريح على الاحد الرياضي شفته انا الاحد الرياضي 8 مرات اتصلت به اتصلت به 8 مرات في التليفون وما ردش اذا مانيش انا باش عليه اتصلت به شكون باش تدخله يعني باش معنى اصرارك 8 مرات حبيت توصل له ميساج نحاجه بكلامه بدون شك عيب اللي تقال شكون باش تقول له عيب؟ عيب اللي تقال ما معنى انه سليم شيبوب الاب الغير شرعي ل شاف شو اسمه وديع الجري الابن الغير الشرعي لسليم وديع الجري الابن الغير شرعي لسليم شيبوب يعني تتفهم برشا حاجات يعني سيئه فهمتني؟ ما معنى يقول انه انا اتصلت
وقت اللي سمعت الكلام هذا اتصلت برؤساء نادي صفاقس اللي تعاملوا معايا كلهم من سيلوتي عبد الناظر سلاح الدين الزحاف. سلاح الدين الزحاف قال لي تكلم وانطق بلساني انا. قال الكلام هذا عمره ما صار. واحنا قبل سمعنا بشفيق جراية في الرياضة قال منعني باش ندخل الاتحاد التونسي وكان هو يختار لنا شكون ينوبنا شكون ما ينوبناش. كلام فاضي يعني. انا حبيت نكلمه هو مش لوج على الباز انا باش نخرج كل واحد يذكرني في الاعلام نخرج نكلمه في الاعلام. لكن اليوم مانيش قادر. انا راجل في وضع معناها سيء جدا. ما عنديش الشجاعة الكافية باش نتكلم فيه. إذا هو جربتوا انت سيد سليم الوضع هذا اللي هو فيه السيء. معناها تقريبا شعور بالغبن شعور بالوجع. شوف معناها مهما كان العدو متاعك عمرك ما تمنى له نهار حبس. ثم ان جران بيناليست فرنسي قال 24 اور داريستاسيون ساروين اون في 24 يوم 24 ساعة ايقاف تدمر حياة كاملة. فهمتني؟ ولذا السجن ما خاصة التهم اللي مسلط عليه اليوم ما تتمنهاش الألد لأعدائك. أنا في اتصال سيد سمشي بوب بالمواضيع هذه متاع السجن لأنه حد ما ينكر أنه بقطع النظر على أنك شخصية عامة كنت شخصية معناها هامة جدا في النظام السابق في تونس بصفة عامة في الرياضة في الأعمال في السياسة في كل الميادين أنه تمر ما كل من مرحلة النفوذ وال معناها القيمة العالية عند العباد إلى مرحلة السجن. نغوصوا حتى في أغوار نفسيتك. شنو كان أنا, أنا 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 اخترت السجن. علاش معناها؟ لأن أنا عندي التزاماتي وعندي مسؤولياتي في تونس. هل يعقل أنا نبقى يعني عايش في دولة ولو معناها مكرم ومعزز وأنا بعيد على بلادي؟ فأنا الهواء متاع المرناقية أحب لي من أي نسمة متاع دولة أخرى. أنا روحت لبلادي باش نتحمل مسؤوليتي باش حتى حد ما يقول لي قالوا فما وعود أنك ماكش تدخل السجن. لا 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 لا, لكن... لا لا ثم شعود وهذه كله خرافات ديما اللي تلاحق وثم وعودها وثم كذا. أنا جيت وواجهت القضاء وشفت 8 قضاة تحقيق يوم اللي وصلت ما وقفني حتى قاضي تحقيق. اخر قاضي تحقيق ظهر له باش وقفني بعد شهر سيبني من وقتها ما خرجتش. سيبني قاضي تحقيق مره سيبني 2 سيبني 3 سيبني 4 وما خرجتش. وعلاش؟ الله اعلم الله اعلم. هكا سير القضاء ولا كان يتطلب الامر انك تقعد موقوف لفتره؟ القاضي التحقيق ولا كان بغايه ابتزازك لا لا ثماش ابتزاز. قاضي التحقيق اللي اوقفني واللي على درايه بالملف اللي اوقفني عليه اطلق سراحي ما خرجتش. هذا قانون تونس. علاش ما خرجت السي سليم؟ نفس الحكايه اليوم انت ما كي تمشي انت للدائره ترفض تقول لك لا ما يخرجش بدون اي موجب ما تعطيكش ما تخرج. لا ما تخرج. قاضي تحقيق اللي عنده الملف يقول تخرج وقانون تونس يقول لك لازم تمشي للدائره. تمشي للدائره تتعين جلسه يقول لك لا ما يخرج. جلسه مغلقه ما تحضرش فيها انت. محاميك شنو اللي قالوا لك على الاقل في علاش ما تخرجش؟ يعني تعرض لضغوطات اليوم هي المونت تاع سليم. علاش ما خرجتش؟ ما تنجمش سليم. سليم انت واقعيا تعرف علاش ما خرجتش؟ انا شوف انا جو سوي كارتيزيان كيما قلت انت واقعي. Je me contente du résultat. شكون معايا شكون ضدي شكون كان يخدم في الخفاء شكون كان يخدم في الكواليس هذا ما يعني. هذا رسائل غير مباشره قاعد تقول فيهم. دونك كان هناك شكون ضدك كان شكون يخدم لك في الخفاء باش انت تقعد ما تخرجش. اذا كان قاضي التحقيق اللي يعرف الملف يطلق سراحك. ما تتكلمش باسمي انا. انا ما عطيتش رسائل قلت فيهم. انا قلت لك انا ما يهمنيش شكون قد يكون ضد خروجي. اللي يهمني انا بقيت في السجن واللي يهمني اللي انا تحملت السجن وما خرجت كان في اخر يوم وفي اخر ساعه وفي اخر لحظه حتى عديت 14 شهر تاع وقوف تحفظي. الوقوف التحفظي تجاوزت فيه المده القانونيه؟ لا ما تجاوزتش. لا ما تجاوزتش. الوقوف التحفظي يعتبر استثناء. كملت وانت بالكامل؟ لا خليني اوصل لك. الوقوف التحفظي استثناء 6 شهور ولا 4 شهور ولا 4 شهور استثناء الاستثناء. وهذا ما كله عملتهم كاينك قاعد تحكي بطريقه طريقه تحديثك حتى للناس اللي يشوفوا فينا في الويب كام
متاع انا تحملت وعديت وعطيت وهزيت على ظهري و... ها كانك تخلص حتى في 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 ها. انا ما نتنكرش للنظام السابق اللي عشت فيه رغم المشاكل اللي كانت عندي وما بعت حد وما خنت حد. لكن غلطت سليم قبل في هذا النظام السابق كمان. شوف ما ينجمش يكون القضاء والناس هذوما اللي حاسبوك ووقفوك هكا مجانا غراتويتمون وانت ما غلطتش. غلطت كمان هاك انت توا تاخذ في مكان القضاء وقاعد تقول اللي انا غلطت. هكا شي يقول الشارع ايوا ما نحكيوش مع الشارع احنا توا احنا في مستوى غير الشارع. الشارع حاجه والقضاء حاجه والحلقه اللي احنا فيها توا حاجه. القضاء انا 14 شهر رهن الايقاف 14 شهر ما ثبت علي حتى شيء مع العلم ان القضايا هذه مرفوعه من 2011 يعني 4 سنين في غيابي و14 شهر وانا موجود. مع ذلك انا لا احمل ولو ذره حقد على اي كان. واضح سي سليم. مواصلين حديثنا مع سيد سليم شيبوب بعد الببليسيتي ما تبعدوش انا رجعي. صبرا بلس صبرا بلس تليفون وتليفونة حب لا يرى شمس نهار كتب نصدق تليفونة قبلت بدينار. مع الأستاذ حامد المغربي سويعة بوليتيك في صبرا كافي. سويعة بوليتيك مازلنا مكملين معاكم في سويعة البوليتيك بحضور أستاذنا حامد المغربي. مرحبا أستاذ. مرحبا يا رحية. مرحبا جميع المستمعين. وضيفنا السيد سليم شيبوب. مرحبا بك سي سليم. أهلا وسهلا. مرحبا بك سي سليم. عندي جملة من التصريحات الإعلامية وانت قل لي صحيحة وإلا غلط. في تصريح للسيد القيادي في جبهة الإنقاذ عبد العزيز المزوغي قال رجال أعمال تلتقي الغنوشي لأنه صاحب القرار وزوجة سليم شيبوب التقت به حتى لا يتم طردها من منزلها ولم تلتقي بوزير العدل. صحيح وإلا لا؟ كنت صرحت في أول حديث تلفزي حول اللقاء هذا
زوجتي كانت وحدها في دارها، وزوجتي الناس كل تعرف اللي هي صحتها تعبة، وجاها عادل المنفذ طلب منها خروج من الدار. هذا موضوع المصادرة موضوع ثاني. وانت في السجن؟ وانا في السجن. فزارتها امرأة مرت مسؤول كان في الدولة وشافت حالتها، فمشات اتصلت بالشيخ راشد اللي قال انا مرحبا بها خلينا نشوفها. جاتني للسجن وطلبت مني، قالت لي هل نقبل الدعوة هذه؟ قلت لها بدون شك تقبل الدعوة وتمشي تحكي معها. فالرد متاع الشيخ راشد أنا ذاك قال لها أنا كنت في خصام سياسي مع والدك، ووالدك ما صدرليش أملاكي ولا أملاك أولادي وبناتي، ما خرجهم ليش من الدار، لكن طالما ثم قرار قضائي حكم قضائي أنا ما جبش ندخل في القضاء، لكن عندنا شكون عنده برتمان في البحيرة إذا خرجوك ما خليكش تبات في الشارع. وهذه نعتبر أنا ثم ناس موجودين في السلطة أقرب لي من الشيخ راشد ما تحركوا لناش، ما وقفوا لكش ممبا؟ لا ما سألوش، أعطوك بظهر سيسليم. نعم. وما سألوش علينا، ورغم عدة أشياء صارت في السابق لكن مع الناشي كما قلت نكرولك ولا خايفين لعل وعسيفي ما نجموش يخافوا، ما نجموش يخافوا. سيستيم ذا اللي انت تكتب كتب على توا على العباد اللي معناها تغيرت وتنكرت الخبره هذه. انا عرفت راني في 2002 وقت اللي انفصلت معناها بدون اراده على النظام السابق، شفت الناس كيفاش تغيرت. ايش معناها انفصلت بدون اراده ساعه؟ يعني تم ازاحتك يعني. تم ابعادي. من قبل شكون؟ تيش خلينا نضرب فيك احنا في الديما ما تبلش كون تعرف اللي تعرف اللي الشعب الكريم اللي يسمع فيك متهم ولا الجزئيات هذه راهو البسيطه الجزئيات يسكن فيها الشيطان ساعه ساعه فهمتني يعني ما عادش عندي صله مع الرئيس وزتين مناس الحقيقه اليوم على عائله اي معناتها تهديد اليوم على عائله ترابلسيه هذيك علاش علاش وقع ازاحتك معنا؟ يعني وقعت ازاحتي صارت اشياء من طرف شكون؟ زين العابدين بن علي ولا ليلى طرابلسي؟ لا 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 لا, لا هو انا هي ما نعتبرهاش قادره معي انا على حتى قرار، لكن هي كانت تستعمله فيه تستعمله هو استعملته ازاحك يعني وقفت العلاقه يعني ضحى بنته من ها؟ وقفت العلاقه هذيك خلاص الموضوع هذا ما ندخلوش فيه في البنات وفي الاولاد تسرح اي باهي سامحني اش معناها وقفت العلاقه معناها اش معناها ازاحك ما عادش تجيني ما عادش تحكي معايا ما عادش تدخل معايا حتى في اتصال ما عادش بيني حتى كلمه اعلى كلمه من كلمه اعلى من كلمه فهمت انه انتهى وقبلت فهمتني هذا هو تصريح عندي زيادة تصريح إعلامي آخر اليوم بليتو مقال إعلامي آخر في الجريدة التونسية تقول حول إمكانية انضمام سيد سليم شيبوب رئيس سابق للترجي الرياضي انضمامه إلى حركة النهضة قديمة هذه صحيح ولا ليه هو قلت لك أنا عندي جملة ما تدوم بش جاوبت عليها أنا جاوبت ذكروا من السادة المستمعين أنا جاوبت ما هو الحينو ينجم يكون توا تبدلت لا 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 حتى اللحية نحيتها فهمتني أنا كنت بسألك عليها اللحية لا 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 هاني سبقتك أنا بالنسبة لانضمامي لحركة النهضة ما هوش وارد وقلت راني أنا ما نعملش في السياسة لكن نهار اللي نقرر تفرض علي الظروف ندخل الباب من باب حزب يعني على المنهجية نتاعو تكون دستورية اتصلت بيك بعض الأحزاب سي سليم عندي اتصال مع عدة أحزاب معناها مرجعية دستورية صح يعني مرجعية دستورية عندنا زوج أحزاب توا برك مرجعية نتاعهم دستورية شكون اللي هو على الأقل يدعي والموروث هذا الدستوري اللي هو حزب عبير موسى وحزب معناها السيد كمال مرجان الى حد ما الباقي الكل يقول لك المرجعيه بصفه عامه دستوريه حتى النداء حتى ثم احزاب صغيره ما تعرفهاش على كل انا هوكا باش بعدنا على الجانب اللي انا ما حبيتوش لما خرج الخبر هذا الجانب اللي فيه نوعا ما من الانتهازيه تظهر فيه انا عندي مشاكل اذا شكون الحزب القوي تو النهضه اذا انا نمشي للنهضه لا 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 انا ما نحبش نحل مشاكلي ما زلت نجم تعاول عليهم الدستوريين الى حد ما في انهم يعاودوا يكونوا حزب كبير ويكونوا الساتره لو كان يبعدوا عليهم بعض المسؤولين السابقين اللي خذوا حظهم وزياده فهمتني الساتره مخزون كبير في المجتمع التونسي وينجموا يتنظموا من جديد لان اصحاب حق الساتره
وترى لهم أنه مستقبل ينجم يكون بدون عندهم شك. ما تنجمش معناها أنت كالتاريخ هذاك من ثعالبي وانت جاي يمشي معناها بمجرد قرار في القضاء يعني يقضي بحل الحزب الحاكم وإذا تساترة الكل. لا نجم تساترة تتخلى شوية على كل فترة متاع النظام بتاعنا وثم مخزون كبير عند الناس ثم مخزون تاريخي كبير ينجموا ينطلقوا به. غاية لك التجمع الدستوري الديمقراطي وتاريخ تحلوا ما غاضنيش هو كحزب, غاضتني بعض القيادات وبعض المناضلين اللي فيه اللي كانوا على حسن نية وكانوا كفاءات وكان عندهم رصيد وبناوا هالبلاد هذه. نجموا نسميو منهم زوز ثلاثة ولا نجموا نسميو برشا كيما شكون مثلا؟ ثم ناس خاصة في الصف الثاني وفي الصف الثالث. شكون كان يعرف عبير موسي مثلا؟ سمعتش بها قبل انت في الثورة عبير موسي؟ كمان ربما كمان عندها هل الموقف أمينة عامة مساعدة في ذلك الحين, هل الموقف متاعها موقف متاع أمينة عامة مساعدة ولا موقف متاع قيادية كبيرة؟ لا هي وقتها ما قلبتش الفيست صحيح. واحنا نلوجوا على الناس هذوما اللي ما همش قاعدين يحلوا معناها في مشاكلهم بالمراكنة مع الأحزاب على اليمين وعلى اليسار, واللي دافعوا على التجمع, واللي تسبب إشارة إيجابية برشا هذه العبد الموسي واللوج واللوج تقول تسليم اللوج والناس هذي وكأنه بديتوا مع أنت فما اتصالات لا خديني لا 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 نسأل ما أنت تقولي اللوج لا 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 تونس في حاجة للناس هذي, تونس في حاجة للمناضلين الصحاح. انت حتى لو كان ضد عبير موسي يلزمك تحترمها على خاطرها ما خانتش وما بعدش الطرح. حتى يتعلم الانسان يحترم الخصوم متاعه, هي خصمة تحترم. شفتوا التسجيل متاعها الايام الاولى مش عارفين البلاد وين ماشيه, والمراه داخله في المحكمه وناس تضرب وناس تجبد في الشعر وناس تطيح وناس كذا وهي صامده. هذه شهاده ايجابيه في حقها. عندك تصريح اخر؟ عندي تصريح اخر هذا باش نختم به. زاد في تصريح للسيده سامي عبو وين اكدت انه اخر رئيس الجمهوريه البيجي القايد سبسي صلاح الدين قايد سبسي قام بالاستيلاء على اسهم سليم شيبوب في شركه. صحيح الموضوع هذا والا لا سليم؟ جوكر. انا ما نجمش نفهم بلي جوكر. شنو تلعبوا في كارتا في القروان انتو؟ براتيكمون يلعبوا كل شيء بلوت. في الكارت يلعبوا الرمي يلعبوا البلوت يلعبوا باس معناها ما تجاوبش. دونك لا تنفي ولا تؤكد. لا كي تقول لي انت استولها حسب تصريحها راهو سيرش فسر لنا انت شنو. لا ما فسرلكش. هي قالت استولى ما تخلينيش حتى نجاوب انا كي تقول هي استولى, خاطر كان باش ندخلوا معناها في السيمونتيك وشنو هذه. ما استولاش خذا. لا ما عنديش جواب. ترفض الإجابة. استغل أسهم بيش يستغل رون للتوضيح والتصريح. موجود مطروح أمام القضاء في طور تحقيقي. أنت مقدم شكاية فيه؟ أبدا. ما لشكون شكون الشاكي في قضية الحال؟ والله واللي شكاية يبدو لي واحد كندي كان شريك في الشركة هذه. وش فيك أنت مسلم في فلوسك معناها ما تحبش تتبعها ولا شنو؟ هذه صارت في 2011 وانا املاكي صارت مصادره باسم الدوله. ما عنديش الحق نشكي كمان معناها تسعى الى استرجاع جانب من املاك. لا ما نسعاش استرجاع جانب من استرجاع الكل ولا لان المصادره يعني مصادره ماهيش قانونيه ومش مقبوله. وهي الناس تحكي على مصادره جديده لارزاق الناس وهذا مش مقبول لا من ناحيه الدين ولا من ناحيه القانون. اي ممكن المصادره كلجنه وكقانون في البلاد مجعوله. سامحني مجعوله انه كل من استولى على ملك الدوله ولا على فلوس من الدوله. من يصادر استاذي؟ من يصادر؟ القضاء. هل القضاء صادر املاك من تم ايقافه قبل اسبوع؟ اي مزاد فما لجنه مصادره اللي هي معناها وقع سنها كذلك لجنه المصادره خدمت على ملفات قديمه. ما ثم حتى قرار قضائي لان المصادره مولتو الاجراءات زيد سيستم توا مره. لا عايش خويا اللي طول الاجراءات نعتديه على القانون بالفحشه عليه هو يقع بتعيين متصرف قضائي عليهم الى حين البت. لطول الاجراءات تجمد لا تصادر. جمد قول الاصول هذه على ملك فلان ما عادش يصرف فيها وتحط عليها مؤتمن حتى يقول القضاء كلمته. والقضاء يقول كلمته في حكم بات بأطواره الثلاثة. إيه لكن ابتدائي واستئناف وتعقيب. واضح. ويكون كعقوبة تكميلية. فلان الفلاني قام بالجريمة الفلانية خذا عام سجن مع
مصادره املاك اللي هي متاثره من العاديه زي نحكيو على ظروف عاديه زاد السيستم معناتها الاجراءات القانونيه والله معناتها كان على 2011 بليت خارجه من ثوره كان على توا حرب ضد الفساد توا حرب ضد الفساد حرب ضد في حاله الطوارئ اليوم لا سيدي الكريم حاله الطوارئ ما تخليكش تستولى على ارزاق الناس بطريقه اعتباطيه احنا في دوله قانون واحنا قاعدين نحبوا نبنيو دوله القانون ديمقراطيه تعرف شنو ما سامحني يعني ما ضر لو تم اخذ قرار بتجميد الاصول نتاع المجموعه الكل علاش خاطرك اليوم ثم اصوات تتعالى يقول لك ظالمين الناس وقت اللي هي العمليه ضعيفه برشا الاصوات أي اغلبيه كبيره ضعيفه برشا الاصوات لانه الزخم الشعبي لا الزخم الشعبي بنسبه 94% مع مقاومه الفساد لكن هل مقاومه الفساد تعطيك انت صلاحيات باش تفك ارزاق الناس راهو يا استاذ ارزاق الناس خليني نوصل لك كلمه برك راهو حق الملكيه حق يخفي الدستور اي لكن مصدر الملكيه ومأتى الملكيه وانجرار الملكيه منين شكون يقولوا انت ولا الشارع ولا قاضي يقولوا قاضي جمدوا الاصول باش ما عادش يتصرف فيها ارجوك جمدوا الاصول نتاعو باش ما عادش يتصرف فيها هذايا قرار صعب تعرف اكثر مني سي سليم انت انه اقوى ناس في تغطيه الفساد هما الناس اللي عندهم الفلوس والناس اللي هي خذات ممتلكات في حد في وقت ما راي تعرف تمسكي وتخبي وتتلف الجرة إذا حتى كتصادر ما حليش المشكل بهم عمرك ما تشد عليهم شيء الناس هذوما مالا مصادرة ما عندهاش قيمة لا ما قلتش ما عندهاش قيمة أنا سمحني شو نقول أنه زادة وقيت باش الدولة تحاسب العباد من أين لك هذا يا أستاذي الدولة تقدر تحاسب عن طريق من؟ عن طريق القضاء صحيح حيلوا الملفات القضاء صحيح هو العملية اللي عملها يوسف الشاهد صفقة لها تونس كاملة لأن فيها جانب الاقتصادي وهذا كله باش يجيب معناها نقاط نمو لتونس لكن ثم جانب آخر هو استرجاع هيبة الدولة استرجاع هيبة الدولة من ناحية ومن ناحية أخرى تلقى واحد عامل جبة ويدور يحل في القهوة ويقول يا فطارة ويلي بيكم يا عليكم هذه هيبة الدولة هذه شفت معناها نربحوا حاجة نخسروا حاجة شفت اللي كنت تقول فيه فما زخم شعبي كذلك يرفض هذا السلوك بدون شك معناها راوح الشارع وراو الرأي العام ما عادش ولا ينجم يفرق شنو الصحيح ويفرق شنو غلط ويفرق شكون الشخصيات اللي استولت عامله على اموال الدوله ويفرق شكون اللي مشى نظيف وشكون اللي مشى الشارع بطريقه لا سويه الشارع ينجم يفرق والشارع يعرف لكن الشارع ما يحكمش القضاء في الدوله المستقله اللي ماشيه لنحو الديمقراطيه احنا كي نتكلموا احنا ديمقراطيه ماناش ديمقراطيه واحنا ماناش نعملوا في خطواتنا الاولى في الديمقراطيه احنا اوني استاذ دو لاجيستاسيون مازلنا دونك كل شيء مهدد نحتيو للقضاء به عمليا ما جاوبتناش على السؤال نتاع اي سؤال انه الشركه هذه اللي تقول انت باس وما نجاوبش ما جاوبتكش انا نقول لك راهي موجوده في طور لا ما قلت انت ما تتبعش فيه الموضوع هذا بما انه يعني عندك مصادره انا عيطولي عيطولي كمتضرر في الموضوع يا ودي عيطولي حتى كمتهم في الملف هذا عيطولي كمتهم لان الكندي هذايا اللي استغلوه مجموعه وعمل لحيه طويله وقميص ابيض وبدل اسمه ولا عبد الرسول ولا ندري شنو هذا الكندي اي وجابوه في التلفزه وسب الناس الكل وعلى اساس باش يولي المستشار نتاع رئيس الحكومه انذاك للامور الطاقه قال لهم راهو العمليه هذه مشبوهه راهو سليم عملها هو والباجي وقت اللي سليم في الامارات باين نسالك سؤال ممكن يفاجئك في اطار الحديث على الاملاك المصادره لانه اللي فهمت من كلامك توا انه انت باش تطالب بجميع املاك اللي وقع مصادرتها قلت حتى مش البعض كل الاملاك المصادره وبما انه القضاء ما اثبت عليك شيء في الجانب الجزائي دونك تنتظر انه يقع تسريح او الافراج على كل ممتلكاتك المصادره انا عامل صلح مع الدوله اذا خلصت الدوله في الشيء اللي طلبته مقابل شنو صدر لي املاك فمش املاك الدوله ما كانتش يدها طويله وفلتت من المصادره املاك قلت لك هل عندك املاك ما كانتش الدوله يدها طويله باش نجم تصادرها وتفسات من المصادره لا ما عنديش لا ما فماش في الخارج ما فماش ممتلكات الدوله تنجم تصادر في الخارج لا انا سالتك عندكش ممتلكات في الخارج معناها ويد الدوله قصيره ما توصلهاش يد الدوله لكن اليوم الملك اللي عندي الدوله اللي فيه الملك هذا على علم بيه ومجمدته اللي هو في تونس فقط نعم اللي هو في تونس فقط
خارج تونس ما مصادر في تونس وعندي أنا برتمان في الخارج فهمتني؟ تعرف من بين ممتلكاتك ممكن تعتز بها هناك خيول أصيلة مثلا الناس حبيت نسألك مثلا على الجواد داحس وينه شنو حواله داحس تباع تباع بقدش تباع داحس باع مليار وشوية أنت كنت شريته وقتها في صفقة من عند أمير قطر بحوالي 2 مليارات وقتها كنت دخلتك للسوق معناها متاع العالم هذا سيطرت به تقريبا على عالم الخيول لا ما سيطرتش أنا خذيت أنا ذاك في بتة في سان كلو في باريس أنا عملت مشروع البدر ستود في تونس لتربية الخيول العربية وكان ينقصني فحل شريت تقريبا أحسن فحل موجود على الساحة مش فحل أنا شريته كرسي كان يربح في السباقات الكل أيوة هذا كان بون بالماريس ما تعرف الحصان اللي يربح يكون مؤهل باش يكون فحل بعد هل في الفترة اللي يولي فيها فحل هل يجيب نتائج أم لا هذا من علم أنا سألتك على الجواد هذا بالذات لأنه الجواد هذا بالذات تقريبا في العام يدخل يجي 30 مليار خاطر يجود هكا قالوا لي قالوا لي يجود لأنه يتباع حتى يتباع حتى معناها باش منه هو جي معناها خيول أخرى اللي هي هذا صحيح ولا غلط لا غلط ما عادش على ملكك ولا مازال على ملكك الجواد هذا يا عمي قلنك بقى تباع تباع في الخارج ما عادش عندك بيه حتى علاقة لا تباع والشركة هذه شركة البدر ستود ويني توا تونس سيدي عثمان مصادرة لم مازال عندها رابحة الشركة إلى حد ما رابحة عندها خيول باهية وآخر مرة في البتة متاع شهر مي أفضل خيول تبعت لي خيول اللي على متاع البدر ستود على خلينا زيد دون لو ميم كونتيكس مكي تفضل اليوم زيد باش نحكيو مع رئيس الترجي الرياضي التونسي السابق والحقيقة العديد من التساؤلات جاونا على الباج اوفيسيال فيسبوك مكي اذا مرحبا بك سي سليم الرئيس الشرفي للترجي الرياضي التونسي الصفه هذه معناتها من خلال طلب من الجمهور او كذلك من رجالات النادي الى غير ذلك جلسه عامه تاع 2007 ما زالت علاقتك بالترجي الرياضي التونسي متينه جدا حاش ايوا لو كان تحثوا نعرفوا لفتره النجوميه والشهره لسليب شيبوب كره القدم التونسيه ان لم اقل الرياضه التونسيه عرفت الايجابي ولربما بعض يقول فما السلبي الايجابي نعرفوه من غير ما نزيد ونكرروا من خلال المشاركات الافريقيه المختلفه النوادي التونسيه والكؤوس الى غير ذلك وخاصه كاس افريقيا للامم 2004 ومساهمتك الى غير ذلك لكن فماش حاجه ندمت عليها واللي عملتها من اجل الترجي الرياضي التونسي او كذلك من اجل موضوع ما في الرياضه لا مانيش مانيش من الناس اللي يندم على شيء انا كي نعمل حاجه نعملها باقتناع نعتقد انه الفتره نتاعنا هذيك ما نقولش نتاعي انا راه علاش النجم كان عندها دور مع عثمان جنيح النادي الصفاقسي مع عبد العزيز بن عبد الله لكن فما خلاف بينك وبين عثمان جنيح في فتره ما كانت معناتها العلاقه بارده برشا كيما اليوم الخلاف بين الرؤساء اللي يتصارعوا على البطوله وقت اللي انا كنت في الترجي في كره اليد نهائي مع النجم في كره الطائره نهائي مع النجم في كره القدم نهائي مع النجم برشا ضغوطات لكن ما وصلناش للحاله تاع الاحتقان نتاع اليوم اليوم مشى سليم شيبوب مشى عثمان جنيح جات ناس اخرى هاكم في خصام مع بعضهم دائما تبقى النتيجه فهمتني هي السبب نتاع المشاكل هذه فما مجموعه من الحكام يتقربوا لك برشا قاعدين يتقربوا لك برشا قاعدين مازالوا ولا قبل لا والله ما معترفين توا من قبل نحكي معناتها من قبل ما على خاطر الترجي الرياضي التونسي يتقربوا لربما لمصالح اخرى على مستوى الافريقي لربما فهمت كلام والله شوف الحكام اللي كانوا في الفتره بتاعنا كانوا ناجحين على الصعيد الافريقي وخذوا افضل الدورات حكموا فيها وحكموا نهائيات بطولة افريقيا للأندية حكموا نهائيات بطولة افريقيا للأمم وكانوا ديما ناجحين فبالتالي حتى حد ما خذا اكثر من حقه ما كانتش مجامله للترجي الرياضي التونسي من خلال اسم سليم شيبوب انا كنت ندافع على مصلحة كرة القدم التونسية ودخلنا ناس خليني نحب نتدخل سامحني في الموضوع تفضل دخل معناها ياسر التصويره مزيانه معناها
معناها ترو بون خبشها ها نحب نخبشها جوستومون لا ما نجمش ما نخبشهاش لا خبش تفضل لانه بتقولي لا والله كنا وهو ما كانش يصير ما كانش يصير شكون كان ينجم يمس لي مشبوب شكون ينجم يكاني شكون كان لا سامحني علاش يمسني ها نقول لك علاش لانه وقت اللي كان وقت اللي كانت معناها الحديث يتقال على انه سيطرة تم على انه بطولة تتهز من قبل 20 جولة ولا من قبل 10 جولات مصيف انا نعرف روحي انا في التحضيرات دونك سامحني شوف شو قولك من كان من كان يستطيع التجرأ على سليم شيبوب حد وعلاش تحبوا تجرأ لا معناها وقت تدخل في خصومة مثلا انت مع الاتوال علاش تدخل في خصومة انا كانت عندي خصومة مع الاتوال تو ايش كنت تقول تو كنت تقول كنا نتنافس وكان ثم تنافس كنت تقول كان ثم تنافس كيما بين الرؤساء نتاع الناس تلعب على البطوله بدون شك لكن طبعين. كنت تجري وتجي ديما انت الاول تحب علاش شكون كان ينجم يتجرأ معناها لا سامحني معناها النجم وقت اللي هز البطوله بزبير كان يقال حتى انه فما لاعب ولا زوج لاعبين كيبرزوا في نادي كيما في الجايسكا في وقت من الاوقات كيما في الجايسكا في وقت من الاوقات تسعى باش تاخذوا واذا كان ما تاخذوش واذا كان ما تاخذوش كيما نقول بين قوسين بين قوسين تحل اللعنه باك النادي هذاك اذا كان ما تاخذش اللاعب هذاك بون لا برشا كاريكاتور لا هوني لا شو. لا 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 سليم لا لا كلام كبير راه يتقال لا ننكروه يا اخويا طنك لا انت قول ايش تحب انت استاذ لا سامح لي عايش عايش سامح ربما لاعبين يحبوا يمشيوا للترجي بالله كي لاعب وحده يحب يحبب باش يمشي للترجي بالله سامحني تو تقول لي حتى جي اسكا خذيت لها زوج لاعبين يا اخي انا فكيتهم ولا انتدبتهم يا اخي جي اسكا اخذت مقابل ولا لا يا اخي جي اسكا ما باعتش النوادي اخرى برقوا وين لعب النجم الساحلي وش اسمه الوليد اللي كان في اللاك سنترال وين لعب خالد بدر لا 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 اللي مشى مراد العقبي لا مخلاف مراد يحكي على لطفي لطفي سلم ها مشى علاش ريتونا احنا خذينا وباش تحل اللعنه نعم والرفرف وين مشى خروج الاسبيرونس وبعد سيابي وبعد سوتي وخالد بدر وين مشى انت دبناه رد بالك ما فكيناهم ما هو اللي حبي يقولوا لك ما يجمش واحد يقول لك ليه ما يجمش واحد يقول ليه وقت سيم شي هو النجم ما نجموش يقولوا لهم لا زاد ليه تنجم تدخل الاوفر بتاع فلوس اقوى ما كيبداو بيناتهم ما يجمش يقول ليه لسليم شيبوب بحكم هذا سليم جي اس كا لا ما نفعتش جي اس كا ما نفعت حتى جمعية انا تعاملت مع الناس الكل انا ما نقولش نفعت اذا الناس في جي اس كا يقولوا راهو عاوننا ولا هما يقولوا انا ما نقولش عاونت ولا ما عاونتش انا لا ما يسالش انت تعرف انا ما نحبش نتبجح بالشيء اللي عملته مع النوادي اللي تعاملت معاهم تاكوردو اما وانك اللي ينتدب هذاك الشراب بفلوسه وكيسليم شيبوب ينتدب يخافوا منه وتحل اللعنه عيب لا شوف انا قلت لا قلت في لا. قلت في 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 صوره معناها اكثر منها معناها كاريكاتوريه مش شوف شوف سليم شوف خلينا نقول لك حاجه الشارع يستهلك كي تقول للشارع راهو سليم شيبوب انتدب وربما ما خلصش واحنا اعطيناه لكن لو كان ما اعطيناهش يمكن حتى الفسقيه تو تولي في شوف سليم بعض النفيذة انت شوف سليم بكري انت مثلا انت بكري في الاوف قلت كلمه باهيه قلت لي فماش واحد وانا في السجن فماش واحد جاء قال اخويا راه خذ لي نتاعي هذه كلمه مزيانه نجم نسمعك فيها لكن زيدا وقت اللي تحب تقول لي لا انا راني في ميدان الرياضه في وقت من راني ما اخطاتش وراني ما اثرتش على الحكام وراني ما كانش عندي اشكاليات وراني كل شيء كان بيض ناصع اش تحبني نقولك يقلقكم هذا مش يقلقنا لا لكن الشارع يعرف انه فما لا ما عرفت شيء الشارع كيما انت ما تعرفش في الموضوع هذايا وربما تتجاهل واني انا 57 حكم اجنبي حكموا لي في مبارياتي الكبيره مع النوادي اللي كانت تشكك بطلب من النوادي الاخرى وبطلب من احنا 57 حكم الدربيات كلهم بالاجنبي نهار اللي زفر حكم تونسي خسرت الدربي مع ابو كثير لا هذا ما ينقص في شيء هذا راهو هذا ما ينقص في شيء راهو في استحقاق ترجي رياضي تونسي لا 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 انا وقت اللي نحط شكري الواعر حارس مرمى ونحط طارق ثابت على اليمين وبرخيصه على اليسار والمحجوبي وعلي بن ناجي والحمروني وماليتولي وعبد القادر بحسن ما زدت نلوج على حكم انا مش عاوني وش بيني انا ربحت في تونس انا جبت انت هبطت حتى دربت بيديك ندرب بدون شك دربت ايه دربت انا ربحت ثلاثة دربيات وانا مدرب البست ما هبطت ودربت وربحت ثلاثة دربيات ما عنديش مدرب نحي المدرب في النصف النهائي ما يتعداش يمشي يروح هكذا الاتفاق ايه تهز بطولة افريقيا تقعد تخسر تروح لا نقول لك هبطت ودربت وهزيت ودربت ورانيتا ويكلو وربحت النادي الافريقي ثلاثة مرات
علاش وانت وهي وانت بلاش مدرب ودربتها انت؟ انا كنت عايش ما باسيون انا ما نغيبش على التمرين، انا كنت حاضر وكنت ندرب مع الملاعبيه وتعلمت كمان ونلعب وتعلمت الكره الصحيحه مش الكره بتاع الكوتسيزو والعظمه. انا قعدت 3 سنين مع توني بيكنيشيك علمني الكره فهمتني. وانا انسان كي نسافر نمشي لهولندا نتعدى نعدي نهار في لاجاكس، نمشي لباريس سان جيرمان، نمشي كليرفونتين نشوف المنتخب الفرنسي، نمشي لايطاليا كيف كيف، جبت اكبر النوادي الاوروبيه نتعلموا عليهم، جبت عملت دي سيمينار، جبت ساكي، جبت لومور بريباراتور فيزيك ديتالي. مالوروزمون ما يجيك حتى مدرب تونسي باش يتعلم، كل واحد يقول لك ما عنده ما يعلمني لومار في وقت فهمتني. دونك انا جي فيكو ما باسيون وخدمت بلادي وخدمت جمعيتي وصار معناها يا اخي النجم عام 94 طلع بعطيح رد بالك عام 93 94 النجم طلع بعطيح صحيح مسلم شيبوب ظروفها. لكن بعد وقت اللي جاء عثمان جنيح وولينا في احتكاك ونتنافسوا شوف النجم ويني اليوم. بكش تخيل انت النجم اليوم الهيئة المديرة الحالية هي السبب يزم يعطيه حق الناس. عثمان جنيح خلق عقلية غاديكا عمل انفراستركتور لا هو كان فما نقلة نوعية إلى حد ما طيب. البارك اللي تعملوا طيب. البارك طيب. البارك طيب. البارك هذا هذا نحكي لك أنا باش نقول لك راني مانيشي وحدي الحقبة هذيك راهو ثم نوادي تبعت رانا أنا أول رئيس جمعية جاب معد بدني أنا ما قلت أنت ما قلتش أنا أول جمعية سلبي عملنا عملنا مركب رياضي كامل تقوية عضلات وعملنا فندق يدخل الفلوس وعملنا كذا تحب أنت هزينا 6-7-8 ألقاب دولية البطولة العربية. وأنت علاش سيسليم تحب ما فما إلا الصورة الإيجابية؟ أنا شقلت راه قلت فما جوانب إيجابية قلت كيما فما جوانب غير مضيئة سبحان الله. مثال شعتيها لي سمعها لي هاني كنت حدث فيها ليك الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة الدكتور وديال جريء هل كان جريئا في القرارات نتاعو رغم الصعوبات رغم التحديات رغم العمل اللي يقوم به؟ أنا أقول هل كان جريئا في بعض المواقف لو طلب منك تدخل من خلال تجربتك هنا باش نجمو نعرفوا اللي أنت تساعد فيه الجامعة التونسية لكرة القدم باش نجم لو طلب منك؟ شوف الظروف هذه اللي فيها رئيس الجامعة ظروف صعبة وثم رؤساء نوادي تخدم اش قلت أنا مرة أخرى قلت الناس هذوما انهارت اللي تونس تسترجع عافيتها وترجع دولة القوية الناس هذوما ما ننساهمش ونعيطوا لهم ونوسموهم لأن تخدم في الظروف هذية مش سهلة. تخدم تعين حكم من هالأربع من هالأربع من هالحد يفاول عمره الحكم كيف تحبوا زفر كيف تحبوا زفر الحكم هذا والحاجة اللي نعيب فيها أنا على وديع الجري ولكن في نفس الوقت شجاعة ما عرفت نعرف ايش جرأة انا ما نعرف ايش كيفاش ما تجيبش حكم اجنبي كيفاش ما تجيبش حكم اجنبي يكون ايبورتون تعديت الامور لاباس يا استاذي تعديت لاباس على خاطر النتائج مشات مع المنتظر. يعني تصور انت لو كان لقينا مقاومه في ملعب المنزه مقاومه من النجم الساحلي والنتيجة قاعدة 0-0 ولا 89 ولا 90 وتسجل لك هدف يعني في شبهة شكون باش يلمها؟ صحيح شكون باش يلمها؟ تتحرق. أنا كنت أنا نهارت ماتش النجم أقسم بالله أقسم بالله وهذا نهار جمعة وعلى ريقي أقسم بالله خفت على الترجي لما شفت الجمهور نتاعنا خفت على جمعيتي خفت من ردة فعل عكسية لو كان كانت النتيجة ماهيش بدون شك احنا عام 70 وقت اللي تظلمنا تعرف جمهور ترجي ما يسمحش راهو جمهور ترجي يصبر لكن اذا تحرك يحب له. انا قلت يا رسول الله حكم تونسي مباراة صعبة لو كان منا ولا منا يقع هدف عليه يعني شبهات شنو اللي يقع. الحمد لله النتيجة كانت سهلة والمباراة النجم الساحلي ما لعبش ما جاش نعتبره ما قاومش نهارتها تعدى السلامات. لكن أنا نقول وأنه الحكم الأجنبي في بعض الظروف شر لابد منه هو سي وديع الجري شد صحيح بارك الله فيه بالنسبة للتحكيم التونسي لكن نقول له يا وديع راك خذيت مخاطر كبيرة برشا. واضح سيسليم شيبوب نشكرك الحقيقة على حضورك بحضينا الانترفيو تلقاو شوية أخرى على الباج أوفيسيل فيسبوك أستاذنا ميرسي عليك الآن تلقاو الجمعة الجاية سي المكي جريد ينكرو ميرسي ليكيب كاملة كيو أنسيوري 3 سوايع من البث